إيه قصدك يوم أخونا يسأل عن صوم يوم عرفة في سائر الأمصار إذا كانت الرؤية مخالفة عن الرؤية في المملكة هنا للحجاج، يعني مثل يكون مثلا يوم عرفة موافق مثلا يوم الاثنين والعيد يوم الثلاثاء ويكون يوم عرفة مثلا مثل ما ذكر أخونا في المغرب يوم الثلاثاء يوافق يوم العيد والأربعاء هو العيد، هل نصوم نوافق أهل مكة فنصوم عرفة الموافق إلى أهل مكة والعيد يكون عليه، أو نصوم يوم الثلاثاء الذي هو عندنا يوافق يوم عرفة والعيد يوم الثلاثاء؟ نقول الصحيح أنكم تصومون على رؤيتكم لكل أهل بلد رؤية في يوم عرفة عند في المغرب مثلا، إذا كانت إذا مثلا رؤي الهلال في المملكة هنا ورؤي في المغرب واختلفت الرؤية مثلا تأخرت الرؤية فيه مثلا في هذه الحالة كل بلد يتبعون رؤيتهم فإذا رؤي في المغرب مثلا يوم الثلاثاء إذا كان يوم عرفة يوم الثلاثاء وفي مكة عرفة يوم الاثنين والعيد في مكة يوم الثلاثاء والعيد في المغرب يوم الأربعاء، فنقول تصومون يوم الثلاثاء ويكون عرفة يوم عرفة حقكم وفضله يوم الثلاثاء والعيد عندكم يوم الأربعاء. هذا هو المشروع لأن العبرة لأن اختلاف المطالب معتبر، كما نقول أنكم تصومون رمضان برؤيتكم فلأهل كل بلد رؤيته، إلا لو ورد أن الرؤية اتحدت فهذا وهذا بعيد ولا يكاد يقع، هم لا حاجة إلى اتحاد الرؤية كما قال أهل العلم ولا لازم لها في الحقيقة، وهذا هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم كل يصوم ولا يضر، ولم يزل المسلمون منذ أكثر من 14 قرن والناس يصومون رمضان وكذلك في أيام الحج، أهل مكة على صومهم في الحجاج وأهل مكة في صومهم في رمضان وكذلك سائر الأمصار على رؤيتهم لكل أهل بلد رؤيتهم، وتقدم التوبيخ أن لأهل كل بلد رؤيتهم على حديث ابن عباس في قصة عكرمة لما أرسلته كريب لما أرسلته أم الفضل رضي الله عنها في حاجتها إلى معاوية. فهذا هو الصحيح وهذا هو الذي ينعى عليه الصحابة، وقع خلاف في مثل هذا فتصومون يوم عرفة الذي هو يوم التاسع الذي عندكم وهو يوم عرفة لحقكم، هذا هو الأكمل والأفضل، وهذا يجري في أشياء كثيرة. نعم.